قام حزب مستقبل وطن بتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأجريت أعمال توزيع الهدايا في جميع محافظات الجمهورية، فيما حرص المواطنون على توجيه التحية والشكر والتقدير للرئيس السيسي. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا جميعا، ويا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن ومحبة علينا كلنا. سيادة الرئيس، بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وانت طيب يا رئيس. كل سنة وانت طيب يا رئيس. شكرا سيادة الرئيس، بنحبك جدا وبنشكرك على ذوقك وعلى معايدتك اللطيفة، وربنا يخليك لينا والمصر كلها. شكرا 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 سيادة الرئيس. شكرا الرئيس، كل سنة وحضرتك طيب. ربنا يخليك لينا دايما، معمر مصر ومفرحنا. ميرسي جدا على المعايده الجميله دي. بشكر حضرتك، كتير حلو اللي هو عمله. شكرا يا ريس، كل سنه وانت طيب يا ريس. شكرا يا ريس. سيادة الرئيس بيقول لك كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وانت طيب. شكرا يا رئيس. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا رئيس. كل سنة وانت طيبين، وسيادة الرئيس بخير وطيب. كل سنة وانت طيب، واتمنى لك عيد سعيد يا رئيس السيسي. بنحبك يا رئيس. كل سنة وانت طيب يا سيادة الرئيس. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا رئيس. شكرا يا رئيس. كل سنة وانت طيب يا رئيس. حق الشهيد لضحى الحياة. كل سنة وانت طيب يا سيادة الرئيس. كل سنة وحضرتك طيبة يا رئيس. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. واحنا بنحبك فكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليك. بشرف ودمانة وصدق اتعامل معانا والضمير.